من الصور اللي أخذت وقت عندي وموجودة على الويب سايت حقي، في صورة لكاس ونازل ثلج. فالمسألة كانت تقنية بحتة، إنه أنا بشوف الثلج وهي نازلة، أوكي، وبعدين مرحلة ثانية نزلت أكثر في نفس الصورة، مرحلة ثالثة نزلت في قعر الكاس وبدأ يطلع الماي، عمل سبلاش. فهي ثلاث صور وراء بعض مش صورة واحدة. يعني في الحين شباب كثير بيشتغلوا على السبيد فوتوغرافي وبيصوروا قطرات الندى وبيصوروا التحرك الموفمنت مع انكسار زجاج أي شيء، ولكن هنا هي أخذت ثلاث مراحل. مرحلة أنه كيف عطتني الثلج وهي عاملة فريزنج ثابتة في مكان، بعدين انتقلت صارت سلو ببطء نزلت، بعدين نزلت في الكاس وطلع السبلاش وما كان ديجيتال. هذه عملتها عام 93 في سويسرا، أخذت مني 10 ساعات عمل، ما شاء الله. يعني كنت بشتغلها بكاميرا سينار. كاميرا السينار معروف انك هي التوب كواليتي للمصورين في العالم. هذه اخذت مني 10 ساعات عمل واعتز فيها الصورة كثير. موجودة عندك؟ موجودة بعد. عندي وعلى الويب سايت موجودة. في عندي اعمال كثير واخذت الوقت، وفي اعمال لزباين احيانا ناخذ اكثر من يوم شغل مع بساطة الصورة، لكن تحس انه فيها صعوبة لانك توصل لتوصيل المعلومة اللي انت تبغاها من خلال الصورة. كنت مرة في الاسكندرية زمان، هذا كان عام 96، اوكي، وكنا الكل يعرف انه في مصر ما حد بيدفع على الصورة، فاحدى الشركات طلبوا مني تصوير منتجاتهم. قلت له اخذ 600 جنيه على الصورة الواحدة. قال لي اوكي ما عندي مشكلة. فطلعت معهم المصنع تصوير شوكولاتة، قلت له تبغى تصور، جاب لي كل المنتجات. اوكي. قلت له كثير هذول؟ قال هذه للسبوع. قلت له يعني تبغى كل هذول تطلعهم للكاستمر؟ اوكي. قال لي ايوه. قلت له خليني افهم التارجت حقك، هل انت عندك كتالوج وكل قطعه ليها ايتم نمبر بتحط على اسمه هو يطلب القطعه، ولا تقول انا مصنع واصنع كل شيء وهذه صور؟ قال لي انا يهمني انه يطلعوا كلهم. اشتغلنا، عملت له مجموعه صور، بعدين استهوتني بعض التكوينات فعملت صورة لحالها، طلع عليها قال ليش ما عملت لي صور زي هذه؟ قلت له هذه هي اللي أنا أبيع فيها. حلو. هذه اللي أنا الواحد يشوفها يشتهي يأكل الشوكولاتة. ما سمعت كويس. برجع لك سؤال، هل أنت مع أو ضد تقنية الهدر في التصوير أبو ياسر؟ وش اللي يقصد فيه الهدر في التصوير؟ جزء كمية الصور يعني مثلا؟ أنا ضد كمية أنه شخص يكون في مكان ويأخذ صور عشوائية بسرعة، لأنه لو أخذ له 100 صورة في الموقع يمكن ما يطلع ولا بصورة كويسة. خلي يأخذ الوقت الكافي على صورة واحدة وتكون مفيدة أفضل من يأخذ 50 صورة. طيب أستاذ محمد، عندي سؤال، كيف يمديني أصور الآيس كريم وبدون ما يذوب وأنا باخذ وقت طويل حق تصويرها ابنك علي؟ هو نفسه بنعمله آيس كريم بس بطاطس، يعني مش للأكل. كيف فايدة؟ صعب والجميع سهل. لو انت حبيته راح تتعلم كل الامكانيات اللي فيه وراح تبدع فيها. طيب استاذنا الكبير، بالنسبه للسوفت بوكس كل ما كان اكبر يعطيني مجال للتحرك، حتى امام السوفت بوكس ما يعطيني ظلال.
بالنسبة للتصوير المعماري لا يستخدم عين السمكة، عين السمكة فقط لأنك تشوف وش قاعد يصير. التصوير المعماري ما يجب أن يكون فيه انحناءات في الجدران، يجب أن تكون قائمة 100%. في الحالة هذه تحتاج إلى كاميرا فيها برسبكتيف كنترول. العين السمكة هي بتعطيك انبعاج كامل للصورة وبيطلع بشكل كروي، وهذا غلط للتصوير المعماري. أشكر أستاذي الرائع، وأنا من المعجبات جدا بفنك وتواضعك وشخصيتك يا ملك التصوير العالمي اليسار. تسلم، يا الله يعطيك العافية، ونتمنى إن شاء الله نسمع عنك الكثير ونشوف أعمالك رائعة إن شاء الله. إن كلامي ليس بالكثير، فقد سحقتنا بأعمالك وازدهارك المستمر وكرمك بطيبتك ومحبتك. كل ما أقوله الله لا يحرمنا منك ويديمك لنا وتضوي سمانا يا نورنا وأمرنا. مني لك أخلص دعاء بأن يوفقك دائما يا عمي الغالي العزيز محمد شبيب بنتك لولو.